السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعيد المنتقى على ناطق رسمي جميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء، حيث كنت توجهوا عند أحد أبطال مسابقة طاح ناحية مدينة العيون، ومن تنظيم جمعية رباط السلام. ودائما عند الأبطال ديالنا الطونديما فرح حمزة والإعلان الجيد داخل هذا المسابقة. وشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شاهدوا المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذا المسابقة. الأخ حمزة السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للمسابقة الأخ بليل كانت شوية مسابقة قاصحة، والحمد لله تمكننا من الإعلان بهذه الحمامة هذه. تبارك الله. ثم كما كتشاهدوا معنا الإخوان، هذا هو الكاشي ديال جمعية رباط السلام ضمن هذه المسابقة ديال طاح ناحية مدينة العيون. تبارك الله، تعرفوا على الحمامة، اللهم بارك وزيد في ذلك. تبارك الله. كنت حاضر في ديكلاراسيون الاخ حمزه ولا طول ولا الطونديم ديالك كان حاضر ولا لا؟ حتى واحد ما كان حاضر. حتى واحد ما كان حاضر. ظروف العمل طلعتوا وجيتوا لقيتوا الحمام ما رجعت. تبارك الله. الاخ فرح، بالنسبه لهذه المسابقه كي جاتك المسابقه كنت علوم بالاوائل داخل جمعيه رباط السلام مدينه الرباط. خويا بنيت كنشكرك على ذاك الاخ بنيت. وخويا شي بنيت تبارك الله، حنا وجدنا الحمام وحمام ما فيهش لعب 4 سنين حتى لعب. لا ب 1120 لا ب 1800 لا يوم، أما لا ب 4 سنين تلعب وأمها ضاربة وخالتها ضاربة. سمعت الحما لعبت أبو عرفة ياك الأخ؟ لا خالتها. خالتها ضربت أبو عرفة. الحمد لله. تبارك الله. الأخ حمزة، الإجازات ديال هذه الحمامة والسلالة ديالها. ويت ياما في أركانة في البيضاوية. ودابا وفي التحال 21 في التحال شي 21000 حمامة. تبارك الله. وخالتها أخرى ضاربة في بو عفرة. وبالنسبة للأب ديالها لا مريخ. لا مريخ. والأم من جهة الأم فيها سلالة ديال طوابة الطواسي. وأباطيين ديال الوكيل. تبارك الله، يعني في السلالة الجيدة متخصصة دائما ضمن المسابقات الطويل والطويل الممتاز. قبل ما نرجعوا عندكم الطونديم ديالنا، كيحضر معنا انا الطونديم ديالي المعروف كما يعرف الجميع، صلاح الدين يمشي الطونديم ديال بلعيد. تبارك الله، كما كتشاهدوا معنا الاخوان الحمامه رائعه. شي كلمه الاخ صلاح بالنسبه للابطال ديالنا. جينا نفرحوا مع الاخوان فرح حمزه تبارك الله، حط واحد الانجاز تبارك الله في المستوى. فكنت كنتظر الاعلان فقبل نهار السبت كنت معاه في العشيه، وكنت هاد النتوه كتمرشحه، هاد الاوجه هادي كتمرشحه ناطع على ان شاء الله في صلاح الباكر. وما خيباتوش تبارك الله، ما خيباتوش واخا ما كانش حاضر، ظروف شخصيه. وملي جا العشيه الحمامة تبارك الله داخله. في العلم هاد الحمامة تبارك الله راه جيت تبارك الله 2015 لعبه 1120 كيلومتر بالديكلاراسيون تبارك الله، بالديكلاراسيون ديالها. وري المركبه قال الاخ صلاح، دور الري هو هذا هو كيما شوف لاباري ان شاء الله. شوفوا 033 88 ياك 033 881 2015 يعني حمامه ملاجيه تبارك الله. تبارك الله، فهاد ايمو كي داخله 1400 حمامه. لا 1400 داخله 84. داخله 84 منهم هاد الحمامه تبارك الله في 1120 ايمو كلياك. وعندها تقريبا 4 سنين ديال اللعب، يعني ضاربه السماره، ضاربه على طنطان، دايره العيون، دايره كاع المصادقات تبارك الله. ضاربه في 3 فصاص، الكلاسيه مضيعه 7 دقائق، الكلاسيه 11. الكلاسيه 11. عاوتاني ضاربه اللعب. وكما قالوا الام ديالها، فالام ديالها اركانيه تبارك الله، ضاربه راسها. راسهم ليه الحكا. فراس من الختام من باها كلاسي 14 سبب باها فراس اولي في الجمعيه. اش في الجمعيه؟ ملتقى الابطال. والابطال ديالنا راه شرفوا الجمعيه ديال ملتقى الابطال تبارك الله عليهم. الام ديالها تبارك الله، الام ديالها البطاله ضربت في العصر البيضاويه في الجمعيه وفي العصر في وسط اركانه. والسورة غنية عن التعريف، السورة كما كاع في الجامع، السورة من الصناعة الاخ فرح. الطوابة ديالو راه معروف، الطوابة ديالو نازل من 87 نازل من في مدموم متخصص في المسافه الطويله. كتمتاز واحد خف، اللهم بارك، واحد حرمه خفيفه ورطبه، اللهم بارك. تبارك الله. وجايه راه جايه قزيبه ديالها راه جايه منشوفه. زقوله بعدا زقوله هذيك. فتبارك الله راه اكدات الحضور ديالها تبارك الله، اللهم بارك. حمامه ممتازه. شرفت جميع الابطال مع مسابقات العيون طاح من تنظيم رباط السلام. ومبروك خونا فرحنا به تبارك الله، الله يستر ليه. وتحيه لرئيس جمعيه رباط السلام الاخ العيسات السعيد العيسات. تحيه دريس وزوجات وتحيه لجميع ابطال ديال جمعيه ملتقى الابطال. الابطال ديالنا شرفوا الجمعيه ديال ملتقى الابطال. وكنشكر الاخ بدر لذيذ
بدر لبيب تحيه ليهم الاخوان ديالنا و... والله يسخر. وبالنسبه لشحال حمام ديتو الاخ حمزه؟ سبعه اول حاجه ما تبارك الله. اي حمام عندها الاكسبيريونس وعندها هي اللي كانت مرشحه هي كنتو مرشحين ومرشحين شي حمام اخرى ولا؟ كاين هذه هي الاولى لان بازيتو ضربه ايموكلي ضربه ابو السلاله ديالها ضربه ابو عرفه خواتاتها بنات الخالات بنات اخوانات يعني هاد السوله تبارك الله كامل ضاربه عند الاخوان صراحه جميع المنتخب الاطار وجميع البيضاويه تبارك الله ممكن نشوفوا واخد عيد غادي نتعرفوا على الجهاز الالكتروني اللي ديكلاراو فيه الاخوان ديالنا هانتوما كما كتشاهدوا معنا الاخوان وحده من سبعه هاهي شفتوا وحده من سبعه هاهي التوقيت 10:20 دقيقة تبارك الله تبارك الله الله يسخر دونك ديكلاراسيون صحيحة بالنسبة للنيميرو د الباك في الجهاز الإلكتروني كلشي داكشي فيه خير وعلى خير. والكاشيش هو الكاشي راه كي تبارك الله أمبروك عاد نبارك الأخ حمزة راه تعرفوا على الكاشي الأخ في الجهة الأخرى باش نوريو المشاهدين الكرام شنو هو هذا؟ هذا هو الكاشي ديال جمعية رباط السلام في هذه المسابقة ديال طاح ناحية مدينة العيون. اخ فرح طونديم ديك حمزه ما علينا ما نقول لكم مبروك عليكم وانتم راه صبحتم متخصصين بالنسبه للمسابقه الطويل والطويل الممتاز اخ فرح تبارك الله راه ماشي اول مره غادي كديكلاراو ديما جميع المسابقات سواء تب بجمعيه ديال منتخب الابطال المسابقه ديال طنطان والشبيكه انتم ديكلاريتو مزيان الحمد لله الله يسخر لكم والله يسخر لكم باقي المسابقات القادمه تحيه الاخ العالمي عبد الرافيع اخويا جدار الله عليكم بغينا الاخ عبد الرافيع يحضر معنا ولكن الظروف ديال العمل ما سمحتش ليه وهادشي اللي كاين الاخوان كما شاهدتوا معنا الاخوان دائما كونترول ضمن مسابقه طاح ناحيه مدينه العيون دائما عند الابطال الكبار داخل جمعيه منتخب الابطال وايضا داخل جمعيه رباط السلام من تنظيم هذه المسابقه وبهذا الفيديو الاخوان كنشكر جميع المتتبعين على قناه بلعيد منتقي عبر اليوتيوب ما عليكم تبارطاجوا فيديو وتابوناو مع القناه وهادشي اللي كاين الاخوان بغيت نشكر الاخ بلعيد واخ صلاح على المجهودات اللي كدير بارك الله فيك هذا كله حب في الولاعه ولاد الدرب نو جمعيه كتصروا كيخسروا جمعيه وحده راه جينا نفرحوا معاهم وهادشي اللي كاين الاخوان دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.